عندنا اخر درس في النحو اللي هو الكشف في المعاني. ايه هو المعجم؟ المعجم ده كتاب وضعه في النحاه عشان نكشف بيه عن الكلمات. طيب يعني ايه نكشف بيه عن الكلمات؟ افرضوا كده قابلني كلمه انا مش عارفه معناها او مش عارفه جمعها او مصدرها، ادور عليها فين؟ ابحث عنها فين؟ فوضعه الايه؟ المعجم ده هو زي القاموس بالظبط، ماشي؟ ان هو ايه؟ وضعه اكشف ايه؟ اكشف عنها. طيب روح عاملين ايه بقى؟ هاجي كده لو كلمه مقابلاني هقعد افتح وافر في كل ده وادور عليها في وسط دول زي ابره في كوم في كوم قش. لا طبعا مش هينفع. عملوا ايه بقى؟ انه عشان يسهلوا عليا الامر وابحث راحوا مرتبينه ترتيب الحروف الهجائيه. يعني ايه ترتيب الحروف الهجائيه؟ انا عارفه ان الحروف الهجائيه طبعا اللي هي 28 حرف اللي هي الالف والباء والتاء والثاء لحد الياء، فرتبوا المعجم ترتيب الحروف الهجائيه وسموا اللي هو اول اصل من اصول الكلمه بايه؟ باول حرف. خلاص كده؟ طيب عشان ادور كده اقعد ادور، لا ده حطوا لي يا اولاد خطوات لازم اتبعها في الكشف عن الايه؟ في الكشف عن المعجم. تعالوا ايه هو اول حاجه؟ افرضوا عايزه ايه؟ كتبه، او ايه الخطوات اللي انا اعملها؟ شغلي كله لازم اعمل الكلمه اوصل الكلمه الى الفعل المجرد. الفعل اللي هو بقى الفعل المجرد ايه بقى؟ بلفظ الماضي الثلاثي، الماضي الثلاثي، تمام كده؟ طيب تعالوا عايزه ابحث عن كتبه، هذه كتبه ايه؟ ادي ماضي ثلاثي. طب يكتب واكتب وكاتب، كل دي الماده بتاعتها كلها من ماده واحده، ماده ايه؟ كتب، كتب. طب ابحث عنها في المعجم ازاي؟ فسموا اول اصل باب وتاني اصل فصل، يبقى اقول كده باب الكاف فصل التاء مع الباء، تمام كده؟ طيب وزي بقى المهم شوفوا كتبه اهي، يكتب نفس الماده، اكتب نفس الماده، كاتب نفس الماده اللي هي ماده كتبه، وكذلك الكتابه اللي هي المصدر، كلها من ماده كتبه. طيب في خطوات كمان، اول حاجه افرضوا قابلني فعل مزيد زي مثلا استخدم، ادي استخدم، هعمل ايه؟ قال لي اول خطوه هجرد الكلمه من حروف الزياده واوصلها الى الماضي المجرد الثلاثي. فين حروف الزياده؟ ما احنا واخدينها ده ثلاثي مزيد بثلاث حروف، اشيل ده وده وده، الهمزه والسين والتاء تبقى خادما، يبقى باب ايه يا اولاد؟ يبقى الخاء ديت اول باب، باب الخاء، برافو. فصل ايه؟ قول معايا فصل الدال مع الميم، يبقى دي اول حاجه. طب افرضوا جه قال لي ابحث عن المدرسه، ايه المدرسه؟ هجردها برده، هشيل ده وده والميم، يبقى من ماده ايه؟ دراسه، يبقى باب ايه كده؟ يبقى باب الدال فصل الراء مع السين. يبقى اول حاجه هجرد، جرد الكلمه من حروف الزياده. طب تاني حاجه او تاني حاجه اعمل ايه بقى تاني حاجه؟ خلاص ان انا هعمل ايه؟ هرد الكلمه. افرض جه قال لي ابحث عن قام، ادي اهو ثلاثي اهو، اروح اقول كده ما انت يا مس قايله ماضي ثلاثي اهو، مش ده ماضي ثلاثي؟ اروح اقول باب القاف فصل الالف مع الميم؟ لا غلط. هعمل ايه؟ لقيت هنا الفعل ده قام وسطه حرف عله، لازم ارد اصل الالف دي، هرد اقول اصلها الايه؟ اصلها يا اما واو يا اما ياء. طب اعرف ازاي؟ اداني طريقتين، اول طريقه قام، هجيب ايه يا ولاد عندي؟ قام، خلاص؟ هجيب المضارع منها، مضارع، المضارع ايه بقى عندي هنا؟ المضارع يقوم، صح كده؟ يقوم، يبقى انا جبت هنا عرفت ان اصل الالف دي ايه؟ اصلها واو، وبعدين اشيل حرف الياء، يبقى باب القاف فصل الواو مع الميم، تمام كده؟ طيب افرضوا جه قال لي باع، ابحث عن باع، هجيب ايه يا ولاد؟ المضارع، المضارع من باع ايه؟ برافو، يبيع، المضارع يبيع، تمام؟ المضارع يبيع، هشيل الياء، يبقى بايع، باب الباء فصل الياء مع العين، صح كده؟ طيب يبقى اول حاجه ان انا ايه؟ هرد الكلمه. طب دي طريقه المضارع، افرضوا جه قال لي نالا، نالا، خلاص؟ نالا، هات الايه؟ ابحث عن نالا، ما ينفعش عشان وسطها حرف عله، هجيب المضارع،
اجيب الايه؟ هجيب المضارع، مضارع مال ايه؟ ينال. الله الله، ده ما ظهرتش برضو، لقيتها الف، ده المضارع. طب ايه الطريقه الثانيه؟ المصدر، اجيب المصدر من نال، نيلا نيلا، يبقى مد نيالا نيالا. خلاص، ده بالنون فصل الياء مع اللام. تعالوا كمان، افرضوا جه قال لي ابحث عن سعى، المضارع بتاعها يسعى، ما ظهرتش الالف، يبقى ما ينفعش. المصدر ايه بقى؟ المصدر عندي سعيا، تمام، سعيا، واشيل الالف دي يبقى ساعيا، يبقى باب السين فصل العين مع الياء. يبقى اول حاجه جربت ارد. طيب لو حرف محذوف، افرضوا جه وقال لي ابحث عن خز، ده فعل امر، ماشي، من اثنين اهم لازم اقلل كلمه، يبقى فعل ماضي مجرد ثلاثي اللي هي امر، ده امر. خلاص، هجيب ايه بقى؟ الماضي، خلاص، اقول ايه؟ خاز، وارد الحرف واجيب هنا ده فعل ايه يا اولاد؟ ده ماضي ثلاثي، يبقى باب الايه؟ باب الهمزه فصل الخاء مع الزال. طيب تالت حاجه يبقى هجرد وارد، ايه كمان؟ هفرد. يعني ايه هفرد؟ يعني افردوا جاب لي جمع، جاب لي كلمه المساجد، اكشفي عنها، دي جمع، دي جمع. قال لي عشان اكشف عنها هجيب المفرد، مفرد مساجد ايه؟ مسجد، تمام، واشيل الميم ديت، يبقى باب ايه يا اولاد؟ باب السين، ماشي، فصل الجيم مع الدال، تمام كده. افرضوا جه قال لي ابحث عن مصابيح، مصابيح اهي جمع اهي، تمام كده. هجيب الايه؟ المفرد بتاع مصابيح مصباح، واشيل الزياده اللي هي الميم واللي هي الالف، يبقى صباحة، صح كده، يبقى صباحة، يبقى باب الصاد فصل الباء مع الحاء. طيب ايه كمان بعد ما انا هرد بقى كده؟ افرضوا قريه، ماشي، عندي كره، يبقى اعملها ابحث عن ايه؟ قريه. تعالوا كمان هعمل ايه؟ هفك. افرضوا جه قال لي ابحث عن هدا، الله، ده حرف مشدد، واحنا قلت لكم قبل كده ان اي فعل لازم يتكون من ثلاث حروف، دول ثلاث حروف، وقلت لكم ان الفعل الحرف المشدد بحرفين اثنين، يبقى لازم افك اقول هدا، ده يبقى ده كده ثلاثي مجرد، يبقى اقول باب ايه يا اولاد؟ باب الهاء فصل الدال مع الدال، تمام؟ يبقى لازم انا جمعت بقى الكشف في المعجم، جمعته في اربع خطوات. ايه هو؟ يا اما عندي اول حاجه هجرد الكلمه لو فيها حرف زايد هجردها من حروف الزياده واوصلها للماضي المجرد، لو عندي وسطها حرف عله خلاص هرد اصل الالف ديت الى اصلها، يا اما اصلها واو او ياء. طب اعرف ازاي اصل الالف ديت واو او ياء؟ عندي طريقتين، يا اما اجيب المضارع يا اما اجيب المصدر. المضارع قام يقوم، يبقى المادة عندي قاومة، باب القاف فصل الواو مع الميم، باع يبيع. طب افرضوا ما ظهرتش اصل الالف في المضارع، اداني طريقة تانية، المصدر اللي هي طريقة الايه يا اولاد؟ اجيب المصدر اللي هي المفعول المطلق، يعني اللي احنا عارفينه، نال نيلا، خلاص، يبقى باب النون فصل الياء مع اللام. طب سعى، المضارع بتاعها يسعى، ما ظهرتش في الايه؟ هجيب المصدر سعيا، يبقى باب السين فصل الياء مع الياء. طيب هرد ايه كمان؟ لو حرف محذوف زي خز، ادي الامر او كل، يبقى اخذ، باب الهمزه فصل الخاء مع الزاي. طيب اب، ابحث عنه في ماده ايه؟ ماشي، يبقى بقول هنا حرف محذوف ابو، تمام كده. طيب انا هجرد اهو، حرف ايه عندي كمان؟ لو جمع او مثنى هفرد، يعني هجيب المفرد زي ما احنا شفنا، حرف مشدد هفك، تمام. عندي كمان يا افرض جه قال لي اكشف المبجم عن في وعين وفي، الله، ده حرف يا مس اجيبه ازاي؟ لا، ده من الفعل، ده كي نفسك من الامراض، يبقى اقول من الفعل وقيا، يبقى باب الواو فصل القاف مع الياء. الفعل اللي هي عين، عين الدرس، يعني افهم، يبقى ايه هنا؟ من وعيا، يبقى باب الواو فصل العين مع الياء. طب في من الفعل وفيا، تمام كده يا اولاد، يبقى باب الواو فصل الفاء مع الياء.
انا جمعت الخطوات دي وسهلتها عليكم اللي هي في اربع خطوات: جرد، رد، افرد. سهله كده فوق. يعني ايه يا ولاد؟ ماشي، بقول اهو الاربع خطوات دول اعرفوهم وسهلين جدا. جرد، ماشي، اللي هم اربع خطوات دول: جرد، رد، افرد، فوق. يعني ايه جرد؟ يعني الكلمه لو فيها حروف زياده هجردها من حروف الزياده واوصلها للفعل الماضي المجرد الثلاثي. تمام كده؟ طيب ادي واحده. رد، هرد ايه؟ لو قابلني حرف عله معتل الوسط زي قامه زي باع زي ناله، هرد اصل الالف الى اصلها الواو او ياء بطريقتين، يا اما المضارع يا اما المصدر لو ما ظهرش المضارع. ايه كمان؟ وارد ايه؟ لو حرف محذوف زي خز وزي كل وزي اب ودم، هرد ايه؟ هجيبه. طب افرد يعني ايه؟ لو قابلني عندي جمع او اي بقى جمع مثنى هفرده، يعني اجيب المفرد. تمام؟ فك يعني ايه؟ لو قابلني تضعيف. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى، خلاص تعالوا نشوف يا اولاد تدريب. تعالوا لو جاب لي كي عي في، اوعى تخاف، ده كي دي من واقية وعي من وعية وفي من ايه؟ من وفية. تعالوا نشوف تدريب كده. تمام؟ تعالوا ناخد، اما يجي يقول لي اوزن عندي يقول لي، بيقول لي كده اكشف في المعجم عن الكلمات دي، وراح جايب لي ها مثلا اهتدى، وجاب لي كمان استعن، خلاص، وجاب لي نجيب بقى عندي مثلا ايه المصابيح الميادين. تمام؟ تعالوا نشوف كده اهتدى هجردها من حروف الزياده الهمزه والتاء، يبقى هديه هنا، يبقى جاي يبقى اخرها حرف عله اهي، اهتدى جت هنا هديه المضارع يهدي واشيل الياء، يبقى باب الهاء فصل الدال مع الياء. طب استعد، ده امر، انا قايله هشتغل على مين؟ على الماضي المجرد. ماشي، استعد، الماضي بتاعها الماضي عندي استعانة، هروح مجرداها من حروف الزيادة همزة سين تاء أصبحت عانة. الله، ده برضه قابلني حرف علة وسط حرف علة، الألف دي هعرف أصلها واو ولا ياء؟ لا ده أصلها واو، من عانة عونا، يبقى باب إيه يا ولاد؟ باب العين فصل النون الواو مع النون. طيب الميادين دي جمع، هجيب المفرد ميدان واشيل ديت ميادة، باب الميم فصل الياء مع الدال. تعالى بقى الواجب، يقول لي كده اكشف في المعجم الوديز عن، خلاص يجيب لي يفهم، دي سهله صح؟ طيب عندي يفهم، عندي كمان استقامة، ابحث عنها، عندي كمان ايه؟ حبة. خلاص كده يا اولاد، يبقى درسنا النهارده كان عن الكشف في المعاجم، وعرفت ايه هي المعاجم. ده معجم زي ما وريتكم في الاول، ده كتاب بنكشف فيه عن الكلمات. طبعا مش هقعد ادور وخلاص كده، عمل لي خطوات وانا قلت لكم جمعتها يا اولاد في اربع خطوات: جرد، رد، افرد، فك. جرد عرفت اجردها من حروف الزياده واوصلها للماضي الثلاثي المجرد. عندي رد، هرد اصل الالف لو كان معتل الاول الوسط او الاخر، ولو حرف محذوف هرده ارجعه واوصل. افرد لو جمع او مثنى اجيب المفرد، لو عندي تضعيف افكه. بالنجاح ان شاء الله، ومع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.